بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ولا ربي وعد دوني بروميس اللي فعلا وقت يحب على المال يلقى بالقدر اللي يريد والمدة اللي يحب، وربما المال يولد يولي ملا بيان وربي عاد باش نبيل ورغبات، وهذا ما موجود موجود في حي الكرب ملاك في يعمل معون كل والي طنجة ولا القدر وياخو، وبعد يجيب له حاجة أقل ثمن وأقل جمالا وأقل متانة وأقل ثمن وكذا، يقول له ايه ايه وينك، انا اديتك حاجه اخرى اثمن واكبر وكذا. لا، قالوا هذه ولدتها وهي مت عن نفس. يعني شوف، الناس يعتدون حقوق الناس بدعايات باركه ليست حجه، ثم ماتت قدر تموت، وقبل ما تموت تولد قدر اقل منها. يعني هذا حال الكرب، وذاك علاش ربي غضب عليهم تمام الغضب، وذاك علاش دائما انا اتهمهم بانهم اهل كرب، هم اللي اهل روحهم باش يكون دائما ربي يزيدهم كربا لحمقهم ولغرورهم ولكذبهم على الله وسفك دماء الصالحين منا. نحن بسفك دمائنا انتصرنا عليكم، وبسفك دمائنا اظهرتم انكم ضعفاء لا تقدرون على مواجهة الأصحاء كما الكلب ولي العهد اللا سعودي وكلاب منهم مقدمة ولي العهد الإمارات من دبي تقريبا. هؤلاء يزموا الدور على العالم الكل ويشري بالمال أقل فكرة جي اللي تقول له فلان يمكر بك، فلان شي يقتلك، فلان يتآمر عليك، وأهل المشاكل هذا اللي مر بعيشتهم اليوم في أعلى الهرم السلطة في هذه الديار الخريبة إلى حين ما نابش مر بعيشتهم كذلك إلى حين ربما ربي يهديهم ويرجعوا إلى سواء السبيل. نسأل الله السلامة.